بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها اليوم بالرباط وزير الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري ووزير المالية القطري، تمنح دولة قطر هبة مالية للمغرب بقيمة 136 مليون دولار ستخصص لتمويل مشروعين فلاحيين يهمان الري بإقليم وزان وتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية لجهتي سوسمة السدرعة وقلميم سمارة. هي منحة قطرية خاصة تمنح لقطاع الزراعة والري قيمتها 136 مليون دولار. راح يكون هناك تنسيق بين فريق وزارة المالية القطري وأيضا مع معالي وزير الفلاحة والري في طريقة تخصيص هذه المبالغ، وحاليا هناك برامج تم إعدادها من الجانب من الإخوان من الجانب المغربي لتنفيذ هذا البرنامج، والمتوقع أن يتم البدء في هذه المنحة مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية. هذه المنحة سوف توجه إلى قطاع يتميز بمخطط طموح، مخطط المغرب الأخضر الذي بدأ يعطي ثماره، وسوف توجه لمشروعين كبيرين سوف يكون لهما الأثر الكبير طبعا على القطاع الفلاحي بصفة عامة، ولكن الفلاحة التضامنية الفلاحة الاجتماعية، بحيث سوف يحسن من مردودية أو موارد ومدخول الفلاحين الصغار بكل من وزان والجهتين الكبيرتين لسوسمة السدرعة وقلميم سمارة. وتندرج هذه الهبة في إطار مساهمة قطر ب 1.25 مليون دولار أمريكي في هبة مجلس التعاون الخليجي الموجهة للمغرب، أي 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. قطر اليوم أعطت واحد لدون اللي هو جد مهم ديال 136 مليون ديال الدولار اللي غادي تستعمل في جوج مشاريع، واحد مشروع إيدو فلاحي في إقليم وزان في جماعات أسن اللي هو 2500 هكتار اللي غادي تعمل عليها بيريمات خيريغي، وغادي نحسنوا الدخل ديال الفلاح. والمشروع الثاني كيهم تنظيم ديال الرحال ورعي الجائر في المناطق الجنوبية بالخصوص سوسمسا وفي قلميم. المشروع الأول بإقليم وزان سيمكن من تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد وادي المخازن، كما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر من خلال تنويع الزراعات. أما المشروع الآخر فسيمكن من خلق 300 فرصة عمل مباشرة ودائمة وأزيد من 1 مليون يوم عمل في الأوراش المبرمجة، وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة 3000 أسرة.